الفيلم اللي شفتوه ده هو التغير المناخي بعينه، ازاي المناخ بيقدر بجد يعني ياثر علينا لما لما 197 دوله توقع مع الامم المتحده بان هي هتشتغل على موضوع التغير المناخي وهتقدر تشوف ايه لان هي لازم تشتغل على الناس عايشه ازاي مش بس الاجواء حر وبرد لكن كمان ازاي المناخ بياثر على اللي بناكله. واللي بنشربه وحياتنا وعيشتنا خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ضيفي هو المهندس صابر محمود عثمان رئيس مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة مساء الخير مساء يعني جدا. إحنا مهتمين قوي الناس بتسأل طب أنا يعني لو أنا مزارع بسيط إزاي التغير المناخي بقى يأثر يقولك بيأثر على الزرع بتاعتي هو طبعا الموضوع بمنتهى البساطه ان اي نبات في العالم كله مش في مصر بس بيحتاج مجموعه من الظروف بتساعده على النمو جزء منها درجه الحراره الرطوبه في دول تانيه بتزرع بالاعتماد على الامطار احنا عندنا في مصر بنزرع بالاعتماد على الميه اللي بتيجي من نهر النيل التربه فكل العوامل دي مجتمعه هي اللي بتؤدي الى ان النبات يقدر ينمو يقدر ياخد الغذاء اللي بيحتاجه والميه اللي بيحتاجها ويقدر ينتج المحصول بتاعه فلو حصل خلل في اي عنصر من العناصر دي بالتالي بيبتدي يحصل خلل في الانتاجيه طبعا النباتات كمان فيها اقدر اقول هي ميزه وعيب في نفس الوقت ان هي ما تتحركش مكانها صحيح فما تقدرش فاللي تتكيف عليها بتتأثر قدرتها فيه. على التكيف مع التغير في الظروف الجويه بتبقى ضعيفه جدا ويمكن ده اللي خلانا نبتدي نلجا لافكار جديده زي ان احنا يبقى عندنا مثلا صوب علشان نقدر نتحكم في الظروف والعوامل الجويه المحيطه بالنبات وبالتالي نقدر نحافظ على معدلات الانتاجيه عشان نحافظ على الامن الغذائي طيب تعالى كده واحنا مع الصور ندي امثله يعني قولي مثلا ايه المحاصيل اللي موجوده في مصر اللي لان كل بلد ليها محاصيلها وكل تربه ليها محاصيلها ايه المحاصيل اللي عندنا في مصر لو انا قارنتها بالسنوات اللي قبل كده اقول لا بدات تتاثر وما بقتش تطلع بال... بال بالنوعيه الجيده بتاعتها زي زي السابق يعني عندنا في محصولين السنتين اللي فاتوا مع الاسف يعني انتاجيتهم قلت بشكل كبير جدا محصول المانجا ومحصول الزيتون المانجا يم... والزيتون اه ناس كتير ممكن تفتكر يقول محصول المانجا دي حاجه رفاهيه او ده فاكهه آه. أو... لا في الحقيقه الموضوع مش كده خالص وده مش م... يعني مش مرتبط برضو عند الناس اللي يقول لك ايه ده انا اكلت مانجا كتير لا ما احنا بنتكلم على الرقعه الزراعيه كلها طبعا والانتاج اللي بتطلع منها دي زي ما بقول ما هياش عملية آه المحصول دوت في ناس بيبقى في ذهنهم مثلا محصول زي القمح هو اللي مهم محصول مم. زي الرز هو اللي مهم لكن الحقيقه الموضوع مش كده الموضوع ليه علاقه اكتر بالاقتصاد وليه علاقه اكتر بدخل الناس اللي, بي... اللي بيستفيدوا من طبعا. هذه الارض فبالتالي لما محصول زي محصول المانجا اللي بتزرع في رقعه كبيره جدا وفي محافظات زي محافظه اسماعيليه مشهوره جدا بانتاج المانجا الانتاجيه بتاعتها تتاثر نتيجه موجه حراريه ادت الى وقوع ازهار النبات حصل مشكله كبيره في طبعا واللي قبلها كمان وبالتالي دوت ادى الى آه انخفاض الانتاجيه وبالتالي في كل سلسله بقى اللي بتتعامل الناس اللي بتنقل الناس اللي بتشتغل الناس اللي بتصنع المانجا وبتطلع منها عصائر مثلا طبعاً. الناس اللي بتصدر المانجا حتى الدوله نفسها طب هل هنا إحنا بقى ازاء هذا التغير المناخي ممكن نعمل ايه علشان ناخد بالنا من المحصول ده ان ما بقتش درجه الحراره او الحياه يقدر يعني يطلع الانتاجيه اللي احنا عايزينها هو طبعا في دور مهم جدا بتلعبه وزاره الزراعه طبعا واصلاح الاراضي بالتعاون مع احد الجهات التابعه ليها اللي هو مركز بحوث الزراعيه وطبعا هيئه الارصاد وزاره الموارد المائيه عايز اقول الموضوع لازم يكون في تكامل بين الجهود وزاره البيئه عندها مشروع كبير للخريطه التفاعليه لمخاطر تغير المناخ وتاثيراتها آه. على مصر عشان نقدر نعرف في المستقبل مش بس اللي بيحصل دلوقتي عايزين نعرف لغايه سنه 2100 ايه هي التاثيرات المحتمله الناتجه من تغير إن المناخ خصوصا انه كمان الامم المتحده بقى عندهم مشروع 2030 اللي هو من غير يعني اقل انبعاثات و خمسين ما فيش انبعاثات خالص فاحنا انا مش هنعيش ل خمسين عشان ناخد ناكل مانجا طيب بالنسبه للزيتون هو حصل نفس المشكله زي المانجا طبعا مع نفس التاثير آه آه مع التذبذب في درجات الحراره الغير معتاد ده بيؤدي الى ان النبات بيتاثر بشكل كبير جدا لان يعني اي نبات بيكون ليه مدى حراري وليه عدد معين من ساعات السطوع الشمسي بيكون محتاجها فلما بيحصل فيها خلل بشكل كبير جدا في وقت قصير ده بيخلي النبات مش قادر يعمل عمليه التكيف آه. فيبتدي يحصل زي ما حصل مثلا في المانجا او في الزيتون تتساقط الازهار اللي هي بعد كده تتحول الى الثمار اللي احنا كلنا صح. بيحصل. من قبل ما يطلع او كده